السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مكملين مع بعض بقى اواخر الدروس الصغيرة جدا الموجودة في نهاية الريسبيريشن. درس النهاردة من الحاجات كده الخفيفة واللذيذة برضو زي الحاجات اللي فاتت بإذن الله. بيتكلم عن حاجة اسمها الجاز ترانسبورت اوف بلاد او باي ذا بلاد، يعني عايز يتكلم عن الغازات اللي هتنتقل عن طريق الدم، سواء كان الاكسجين او السي او 2. هيتكلم عن الارقام والضغوط اللي موجودة هنا وهنا وازاي بتتعمل واشكال الغاز جوه الدم عامل ازاي. كل ده النهاردة ان شاء الله هيكون موجود في المحاضرة. هنبدأ بأول جزء الا وهو الاكسجين. هناخد الاكسجين لوحده، وبعد الاكسجين ديسوسيشن كيرف، وبعد كده ناخد السي او 2 ونبقى نخلص الجزء بتاع الريسبيريشن باذن الله. الاكسجين ترانسبورت باي ذا بلاد المفروض بيقول لك ان الغاز اللي بينتقل دلوقتي من الدم الى التيشوز او من اللنج الى التيشوز هو الاكسجين. طيب المفروض ده الغذاء اللي بياخده الخلايا عشان خاطر تبدا تستهلكه، انها تبدا تعمل بيها عمليه حرق الغذاء بتاعي، سواء بقى كان جلوكوز فنبدا نحرقه عشان نجيب منه اي تي بي وطاقه وهكذا، اللي هو عمليه الحاجات الحرق الخلوي، صح؟ الهوائي. فده ان شاء الله نبدا. المفروض ان هو بيقول لي ان الاكسجين في الدم بيبقى موجود في صورتين، في تو فورمز، خلاص، في صورتين للاكسجين جوه الدم. في حاجه اسمها الفيزيكال فورم وفي حاجه اسمها الكيميكال فورم. طيب ايه بقى الفرق ما بين الاثنين؟ تعال نشوف. هو كل واحده بيبدا يقسمها لك لثلاث عناوين زي ما قسمهم لك وعملهم لك بطريقه مقارنه جميله كده خالص. نتكلم على طبيعه كل صيغه او كل شكل فيهم وحجمها في الدم قد ايه، واخر حاجه ايه اهميه الصوره دي. الصوره الاولى الا وهي الفيزيكال فورم. الفيزيكال فورم الصوره الفيزيائيه صوره دايبه، ان الاكسجين بيبقى ديسولفد دايب في الدم، فبنقول عليها ان هي بتبقى الصوره الفري، وفي نفس الوقت الاكسجين ما بيبقاش ماسك في اي حاجه، بيبقى لوحده ودايب، ودايما تملي كده الحاجه اللي ديسولفد او دايبه بتبقى فري، خلاص. فالفيزيكال فورم بتبقى فري وبتبقى دايبه او ديسولفد في البلاد بتاعي، صعب الكلام ده؟ يبقى ده الفري اكسجين مولكيولز، الفري اللي هي بتبقى ديسولفد في الدم. الحاجه الثانيه حجم الفيزيكال فورم قد ايه. قبل ما اتكلم على الحجوم، لما كنا زمان نبدا نتكلم على ضغوط الغاز جوه الدم كنا بنوع نقول الارتيريال بلاد ضغط الاكسجين فيه اللي هو البي او 2 بيساوي 100 مليمتر مركري 100. وبعد كده لما تيجي عند التيشو كان يقول لك هنا 40 والفينس زيها 40، يبقى هنا البي او 2 بتاع الفينس بلاد 40 مليمتر مركري. طيب التيشو بقى بيبدا يقسمه لك لاثنين. الفراغ اللي ما بين البلاد فيزل وما بين التيشو اللي هو الانترستيشال سبيس ده ضغط الاكسجين فيه اهو البي او 2 يساوي 40 مليمتر مركري. انما ضغط الاكسجين جوه التيشو يقول لك البي او 2 بتاعي بيساوي 23 مليمتر مركري. بس يا دكتور اول مره نسمع حكايه ال 23 ده. ما هو عشان كل مره كان يقول لك ان ضغط الاكسجين في الارتيريال بلاد 100 وهنا في التيشو 40 فينتقل من 100 ل 40، ولكن هو بدا يفسرها لك هنا بشيء من التفصيل زي ما نقولها لك كمان شويه. تعال بقى نبتدي نشوف الفيزيكال فورم بتاعتي هي قد ايه من الحاجات دي، او هي عباره عن ايه من الحاجات دي. الفيزيكال فورم حجمها بيختلف بتاع الاكسجين ما بين الارتيريال بلاد والفينس بلاد. بمعنى قال لك في الارتيريال بلاد كل 100 سم مكعب من الدم بيبقى فيه 3/10 ملي اكسجين فري ديسولفد دايب، خلاص. كل 100 كيوبيك سنتيمتر، كل 100 سنتيمتر مكعب فيهم 3/10 ملي. وبالتالي عايز اشوف اللتر بقى ده في ال 100 سنتيمتر مكعب. طب اللتر دم بيبقى فيه قد ايه 3 من بيبقى فيه قد ايه فري اكسجين؟ ما هو اللتر عباره عن 1000 سنتيمتر مكعب، صح؟ يعني هنا نضرب في 10 فنضرب هنا في 10، 3/10 في 10 تبقى 3، يبقى اذا معايا 3 ملي فري اكسجين لكل 1000 سنتيمتر مكعب او كيوبيك سنتيمتر، وال1000 ده معناه لتر. طب ما هو انا الدم بتاعي كله 5 لتر، اللتر الواحد فيه 3 ملي، يبقى ال5 لتر اللي هم ال5000 كيوبيك سنتيمتر بيبقى فيهم قد ايه؟ اضرب 3 في 5 ب 15، عشان انا ضربت 1000 في 5 ب 5000 اللي هو 5 لتر، يبقى 3 في 5 ب 15 ايه؟ ملي. يبقى دمي كله فيه تقريبا حوالي 15 ملي بس فري اكسجين، وده ديستولفد. طيب عظيم جدا، ده بالنسبه للارتيريال بلاد. الفينس بلاد قد ايه بقى؟ يعني ده الارتيريال، خلاص، الفري اوكسجين اللي موجود فيه قد ايه؟ 3/10 ملي لكل 100 كيوبيك سنتيمتر. عظيم جدا، وده هنقول عليه الفري اهو.
اللي هو الفيزيكال فورم. عظيم جدا. طب هناك بقى الفينس بلاد، اخبار الفيزيكال فورم هناك قد ايه؟ قال لك تبقى 3 من 10. كام؟ سوري 13. 13 من 100 ملي اهو، 0.13 ملي لكل 100 كيوبيك سنتيمتر. عظيم جدا. يبقى احنا نقدر نمسح الكلام ده كده خلاص، ونكتب هنا ان الفيزيكال فورم بتاعي بتاع الاكسجين بيساوي 13 من 100 ملي في كل 100 كيوبيك سنتيمتر، وادي الفيزيكال فورم اللي موجوده في الفينس بلاد. طيب انا كنت ماشي الدم كده ماشي فيه 3 من 10، هوب دبل كيك بقى في الفينس بلاد بقى فيه 13 من 100، ليه نقص كده؟ اكيد اتاخد منه. فيقول لك وهو بيعدي خلال التيشو بيتاخد منه شويه في التيشو، فيقول لك الكميه اللي هي تيكن باي ذا تيشو قد ايه بقى؟ تطرح بقى الفرق ما بينهم 3 من 10 ناقص 13 من 100 يطلع لك تقريبا 17 من 100 ملي في كل 100 سنتيمتر مكعب. ده كده بالنسبه للفيزيكال فورم. اهميتها ايه؟ هل الفيزيكال فورم دي هي الكميه اللي محتاجها التيشو وبياخدها عشان خاطر يبدا يعمل بيها عمليه التنفس بتاعته انه يحرق الاكل جوه؟ لا خالص. قال لك فايده الفيزيكال فورم انها اللي بتحدد حاجه اسمها الاكسجين تنشن، اللي هو البريشر بتاع الاكسجين او ضغط الاكسجين. مش احنا عشان خاطر ننقل الاكسجين بتاعي من هنا لهنا محتاجين ان ضغط الاكسجين هنا يكون عالي وهنا يكون قليل، صح؟ فانا لازم يكون عندي حاجه اسمها بريشر اوف اكسجين او الاكسجين تنشن، وده ضغوط الاكسجين اللي بتتحكم فيه. بقى ايه فايده هذه الضغوط او الاكسجين تنشن؟ ده هو اللي بيحدد الدايركشن اوف ديفيوجن، ان انا الغاز بتاعي هينتشر من الدم للتيشو ولا من التيشو للدم، صح؟ يبقى ده اول حاجه، اول لازمه للتنشن اللي هو الدايركشن. تاني حاجه الريت اوف ديفيوجن، هل انا مثلا لما انتقل بكميه دي هدي الاكسجين كتير ولا هدي اكسجين قليل؟ وده على حسب كل مكان الفرق في الضغط ما بين السطحين او ما بين المكانين اللي هينتقل منهم كبير. يعني انا مثلا لو معايا 1,000,000 جنيه وانت معاك 10 جنيه هدي لك 1000 جنيه، انما انت لو معاك 10 جنيه معايا 100 جنيه هدي لك 10 جنيه، فاهم قصدي؟ كل ما كان الفرق ما بيننا كبير كل ما هديك اكتر، كل ما كان الفرق ما بين السطحين او المكانين كبار كل ما كميه الغاز اللي هتنتقل بمعدل كتير، يعني الريت يبقى يعلى. يبقى اذا الاكسجين تنشن ده بيحدد الديفيوجن خلاص ريت والديفيوجن دايركشن، يعني الاتجاه بتاع الديفيوجن والمعدل بتاع الديفيوجن. اعتقد الموضوع كده بسيط خالص، صعب الكلام ده؟ واتفقنا هنا ان ده الارتيريال بلاد، ده الفينس بلاد. الطرح ما بينهم هتطرحهم بعد 3 من 10 على 13 من 100 يديك 17 من 100 ملي لكل 100 كيوبيك سنتيمتر، وده يبقى يعتبر تبع مين؟ تبع التيشو. فهمنا كده الفيزيكال فور؟ يبقى الفيزيكال عباره عن ارقام واهميتها بتعمل لي اكسجين تنشن اللي هو بيحدد اتجاه ومعدل الديفيوجن بتاع الغاز. عظيم جدا. قال لك الصوره الثانيه بقى بتاع الغاز بتاعي الا وهو ان ايه؟ الكيميكال فورم. الكيميكال فورم طبيعته كيميكال، يبقى متحد بصوره كيميائيه مع حد اخر. متحد مع مين؟ هو الاكسجين مش بيتشل على مين؟ على الهيموجلوبين. طيب الهيموجلوبين ده عباره عن هيم وجلوبين، اللي هو الهيم الايرون والجلوبين اللي هو الامينو ايه؟ مجموعه الامينو اسيد، البروتين المعمول من الامينو اسيد. عظيم جدا. الهيم ده الايرون. قال لك بص بقى خدها تجميع من دلوقتي، الاكسجين يتشال على الهيم والجلوبين يشيل السي او 2 عشان عندي الهيموجلوبين بيشيل الغازات سواء سي او 2 او اكسجين. حلو. السي او 2 يتشال على الجزء اللي اسمه جلوبين اللي هو الامين اسيد، انما الاكسجين يتشال على الجزء اللي اسمه هيم الايرون. عظيم. فيقول لك هنلاقي ان نيتشر طبيعته هو الاكسجين بيبقى كومبايند متحد مع الايرون بتاع الهيموجلوبين. بس لحظه بقى، الايرون ده الحديد ممكن يكون حديد ثنائي او ثلاثي، فرس او فرك. هو بيتشال في صوره الحديد الثنائي اللي هو Fe2 خلاص، اللي هو الفرس ايرون. ده الطبيعي، الفرك ما بيعرفش يشيل، تمام؟ وعمليه ان الهيموجلوبين يبتدي يشيل اكسجين على الفرس ايرون اللي هو الحديد الثنائي، قال لك دي بنسميها اكسجينيشن، اللي هي عمليه الاكسجه مش الاكسده، مش الاكسيديشن، اكسجينيشن خلاص. اكسجينيشن يعني الاكسجين يبدا يركب على الهيموجلوبين. حجم الكميه بتاع الكيميكال ده قد ايه بقى؟ تخيل كده لو عندنا مثلا الاكسجين 100% 98% بيبقى كيميكال، والكميه القليله جدا بتبقى فيزيكال. وما ينفعش الفيزيكال ولا تعلى لانها بتبقى توكسيك فور، بتبقى كميه سامه اصلا، ما ينفعش انها تعلى عن كده. طيب قال لك ايه حجم الكيميكال بقى
المفروض ان حجمه تقريبا بيتراوح حوالي 98% من كميه الاكسجين. قال لك متوزعه جزء منها في الارتريال والباقي في الفينس. الارتريال بيحتوي قد ايه بقى؟ قال لك كل 100 سم مكعب دم بيبقى فيها 19.5 ملي من الاكسجين كيميكال متحد راكب على الهيموجلوبين، وده هنشوفه كمان شويه انا بقول لك التشبع بيبقى ازاي. تخيل. طب وفي الفينس بلاد قال لك كل 100 كيميك سنتيمتر بيبقى فيهم 14.5، يبقى اكيد انا كنت هنا بقدره قد 19.5، رحت الفينس بقيت 14.5، اكيد اتسحب مني في الطريق. طب مين وانا بعدي كده جه اتسحب من ايه؟ التيشو سحب. التيشو يسحب قد ايه بقى؟ بص بص بص، 19.5 ناقص 14.5 يبقى سحب 5 ملي. كل 100 سنتيمتر مكعب من الدم معديين فيهم 19.5 ملي اكسجين يتسحب منهم 5، يبقى في الفينس 14.5. وعايز اقول لك يتسحب منهم 5 كل دقيقه، يعني كل دقيقه بيعدي 100 سنتيمتر مكعب يتسحب منهم ايه؟ يتسحب منهم 5 ملي. صعب الكلام ده؟ طيب ايه اهميه بقى الكيميكال فورم؟ الكيميكال فورم دي هي اللي بيبقى فيها الاكسجين اللي بيروح للتيشو، صح؟ اللي هو بقى بيبقى مسؤول عن ايه؟ المين سبلاي للاكسجين تو ذا تيشو، وده اللي هتبدا التيشو فعلا تستخدمه. انما التيشو اللي الاكسجين اللي كان بيروح اللي هو الفري للتيشو ده بيبقى مسؤول ان يعمل فيها الضغط عشان يحس ان الضغط فيها عالي او قليل فيبدا يسحب او يدي الغاز بتاعي فقط. صعب هذا الكلام؟ طيب تعال بقى نبدا نروح للجزء الثاني، هو ثلاث تعريفات مهمه جدا في الجزء بتاع الاكسجين ترانسبورت باي ذا بلاد. في بقى عندنا اربع ديفينيشنز مهمين جدا لازم نعرف نميز ما بينهم، وبيجوا كتير جدا ام سي كيوز، واحيانا بيجوا حتى ديفينيشنز لو في امتحان ريتن ولا حاجه. طيب اول ديفينيشن بيقول لي في حاجه اسمها اكسجين كونتنت، الثاني اكسجين كاباسيتي، الثالث البرسنتج ساتوريشن اوف هيموجلوبين وذ اوكسجين، والرابع الكوفيشنت اوف اكسجين يوتيلايزيشن. تعال نفهم معناه ايه. اولا كده الاكسجين كونتنت، الاكسجين كونتنت معناها كميه الاكسجين اللي موجوده في 100 ملي دم، كميه يعني كام جرام بس كده. فيقصد يقول هنا هو حجم الاكسجين اللي موجود في 100 ملي كيوبيك سنتيمتر. طيب الحجم ده كيميكال فورم ولا فيزيكال فورم ولا الاثنين؟ لا كيميكال. انا بقى الفيزيكال فورم بقى شيء مين للضغط، انا بتكلم دلوقتي على الكميات اللي بتنتقل، اللي بتنتقل وتعمل وظائف، خلاص اللي هي وظائف الاكسشنج اللي احنا عايزينها الا وهي الكيميكال فورم. يبقى هي حجم الاكسجين اللي موجود في 100 كيوبيك سنتيمتر وموجود في صوره كيميائيه كيميكال كومباينيشن مع الهيموجلوبين، ده بنقول عليه الاكسجين كونتنت. تمام. طيب عظيم جدا، هفهمك معناه اكتر مع اللي جاي. ركز بقى، في حاجه اسمها الاكسجين كاباسيتي. طيب ايه هي الاكسجين كاباسيتي بقى؟ الاماكن اللي مسموح فيها للاكسجين انه يبدا يركب فيها او يتحد معايا. يعني مثلا احنا عندنا الموقف فيه 100 عربيه، يبقى الاماكن اللي مسموح للركاب انهم يغطوا اليه الاماكن اللي مسموح للركاب انهم يدخلوها او يملوا بيها العربيه، فاهم قصدي؟ يبقى الفكره كلها يهمني قوي الاماكن اكتر من الاكسجين نفسه. تعال نفهم. يقول لك ده حجم الاكسجين اللي موجود في الدم، نفس التعريف اللي فوق بالظبط عشان ما تقعدش تقرا كتير. ال 100 كيوبيك سنتيمتر ان كيميكال كومباينيشن بشرط ايه بقى الشرط ده؟ يقول لك عندما يكون الهيموجلوبين از فولي ساتوريتد وذ اوكسجين، ساعتها اقول ان في حاجه اسمها الكاباسيتي، الكاباسيتي مكتمله. يبقى امتى؟ لما يكون الهيموجلوبين مكتمل تماما بمين؟ بالاكسجين. طيب انا بقى عايز اشوف حاجه مهمه جدا، هو جزيء الهيموجلوبين بيقدر يشيل كام ملي اوكسجين وهكذا؟ تاني انت ما تحسبهاش كده، تحسبها بجزيء. تعال نحسبها، جزيء بيشيل اربع جزيئات اوكسجين، جزيء الهيموجلوبين بيشيل اربعه ايه؟ اربعه اوكسجين. تعال نحسبها كده بطريقه ثانيه الا وهو الجرامات، الجرامز اللي في جسمي من الهيموجلوبين بتشيل كام ملي اوكسجين، صح؟ طريقه جميله، تعال نفهم ازاي. هجيب مثلا ادلت هيومن، خلاص، وليكن مثلا ادلت ميل. الادلت ميل كميه الهيموجلوبين الطبيعيه اللي موجوده فيه 15 جرام. طب ال 15 جرام ده في دمه كله؟ لا، ده عن كل 100 كيوبيك سنتيمتر، يعني على ال 100 ايه؟ ال 100 سنتيمتر مكعب. يبقى الشخص الادلت بيبقى فيه 15 جرام لكل 100 كيوبيك سنتيمتر. وهو قال لي معلومه طبيعيه كده ان ال 1 جرام، الجرام الواحد بيشيل كام ملي اكسجين؟ بيشيل 1.34 اللي هو فاصل 134 من 100 ملي اكسجين، ده الجرام الواحد. طب انا عايز احسب ال 15 جرام كلهم عشان احنا عايزين نحسب الاكسجين كاباسيتي، يبقى لما يكون فولي ساتوريتد، لما يكون كله شايل، صح، الجرام الواحد بيشيل 1.34 من 100، يبقى ال 15 جرام يشيلوا كام ملي اكسجين؟ نضرب 15 في 1.34 من 100 ملي، صح؟ يبقى الاكسجين كاباسيتي تساوي 15 في 1.34 من 100 ملي، تديك 20 ملي اكسجين لكل 100 كيوبيك سنتيمتر،
صح؟ يبقى دي الكمية لما يكون الهيموجلوبين كله شايل اكسجين في الميل كيوبيك سنتيمتر. يدي لها قد ايه؟ 20 ايه؟ 20 ملي اكسجين لكل ميل كيوبيك سنتيمتر. ده بنسميه الاكسجين كاباسيتي. بمعنى بص يا سيدي، انا دلوقتي عندي ازازة، تخيل الازازة دي الكمية اللي موجودة فيها اللي هو اللي انت شايفه ازرق دي مثل الجل دي كده، انا مش عارف اجيب كوباية مية، لان جبت كوباية مية هاتش ورا عشان مسجل انا صايب، ما ينفعش. فبص بقى، ده كحول يعني، على الاقل هبقى ماسكه وانا متضايق لانه بيفضل يحرق في ايديا وحاجه يعني، استغفر الله العظيم يا رب. يلا مش مشكله، فايت اجينست كورونا يا جماعه. يبقى ده كده بالنسبه لي الكونتنت اللي موجود، الكميه اللي موجوده، انا ما قلتش انها مليانه، خلاص. الكونتنت ده قد يكون مليان او لا، بس هو كميه معينه بنسميه اكسجين ايه كونتنت. ما اقدرش اقول ان هو بيساوي رقم معين، ليه؟ ما على حسب، على حسب انا مالي قد ايه من سعه الهيموجلوبين، صح؟ طب افرض ان انا مالي الهيموجلوبين كله او الازازه كلها، اقول عليها اكسجين كاباسيتي. وصلت؟ طيب تعال بقى نبدا نشوف الحاجه رقم 3، الا وهي الساتوريشن، البرسنتج ساتوريشن اوف هيموجلوبين ويذ اكسجين. الله الله عليك. طيب انا دلوقتي عايز احسب ايه؟ بص يا سيدي، عايز احسب انا دلوقتي الازازه بتاعتنا برضو اهي دي، الكميه بتاع الجل اللي مالي الازازه. حلو، انا قلت لك الكميه دي مثلا يعني الازازه كلها 100 مللي دي على فكره، وتقريبا دي ماليه نصها، فاللي موجود 50 مللي. بس انا عايز اعرف اللي انا قلت لك موجود كميه 50 مللي، انا عايز اعرف ال 50 مللي كم في الميه من الازازه الاصليه من الحجم الكلي، صح؟ زي ما انت مثلا تقول لك جبت الثانويه كام، تقول لي 408، انت المجموع الكلي 410، اقول لك ال 408 دي كم في الميه من المجموع الكلي، فتقسم 408 على المجموع الكلي 410 تضرب في 100، نفس الفكره. انا بقول لك دول 50 مللي، 50 مللي كم في الميه من الازازه كلها، فتبدا تقول لي الازازه كلها المفروض تبقى 100 مللي، يبقى 50 مللي على 100 مللي تضرب في 100، صح؟ يبقى الاكسجين كونتنت على الكباسيتي اللي وسعها الكليه تضرب في 100، يطلع لك حاجه اسمها الساتوريشن اللي هو التشبع، نسبه التشبع. الهيموجلوبين شايل كم في الميه من الاكسجين، صح؟ طيب عظيم جدا. يقول لك هل الرقم ده يتأثر في الانيميا؟ طيب الانيميا دي المفروض ان بيبدا يقل فيها كميه الهيموجلوبين، ويقل فيها بالتالي الاكسجين اللي بيشيله، فلما يقل الهيموجلوبين اللي هي العربيات المقام يقل، وبالتالي هيقل الاكسجين اللي بيتشال فالبسط يقل، فالبسط والمقام هما الاثنين لما يقلوا المقدار ما يتغيرش قوي. فيقول لك في الانيميا هنلاقي ان الساتوريشن بيرسنت او البرسنتج ساتوريشن دي نوت افكتد، ما بتتأثرش خالص بشكل ملحوظ. طيب في ملاحظه تاني، ايه بقى؟ يقول لك الاكسجين كاباسيتي هل بتتاثر بالاكسجين تنشن؟ يعني هل لو ضغط الاكسجين عالي او قليل هل تتاثر بيه؟ لا لا. ليه؟ ملهاش علاقه يا سيدي بالاكسجين، ليها علاقه بكميه العربيات نفسها. يبقى دي العربيات، دي الناس اللي بتركب العربيات، فالعربيات دي اللي احنا بنعتمد عليها، العربيات اللي هيموجلوبين. يبقى احنا الاكسجين كاباسيتي ما بتعتمدش على الاكسجين تنشن او البريشر بتاع الاكسجين، وانما بتعتمد على كميه الهيموجلوبين بتاعي. صعبه ده بالنسبه للاكسجين كاباسيتي. يعني انا دلوقتي لو مثلا الواحد عنده انيميا هنا، هل يتاثر؟ اي تاثر، لان الانيميا معناها نقص الهيموجلوبين. انا هنا بتكلم انها بتعتمد على كميه الهيموجلوبين، فلو الهيموجلوبين قل في الشخص الانيميك هيبدا يقل الاكسجين كاباسيتي، صح؟ العربيه تقل، فنلاقي بقى بدل ما كان بيركب 100 شخص عشان كان في 50 عربيه، لا ركب 20 شخص عشان في 3 عربيات. مش عارف الارقام دي جت منين، بس هو اي ارقام تيجي على بالنا وخلاص يا جماعه ما تدققوش قوي، يعني المهم الفكره توصل. مش هنقعد احنا صايمين كده يلا الحاجه الاخيره بقى، يقول لك في حاجه اسمها كوفيشنت اوف اوكسجين يوتيلايزيشن، اي معامل استخدام الاكسجين. يعني انا دلوقتي مثلا دخلت دريم، بلاش دريم بارك عشان مش وقت العاب، دخلت مول العرب، داخل اعمل شوبينج، انا فاضي، انا في كورونا فاضي، فداخل اعمل شوبينج. انا داخل المول بمثلا 1000 جنيه وطلعت ببص في جيبي لقيت معايا 400 جنيه، يبقى اللي استخدمته جوه او اللي صرفته جوه 600 جنيه. هو نفس الفكره، انا كنت ارتري، انا ارتري هنا والفين هنا وهنا التيشو، انا ارتري معايا كميه معينه وليكن 1000 جنيه، 1000 جنيه اكسجين، تخيل كده 1000 جنيه اكسجين، سبحان الله، هو السين بيعمل كده. دخلت طلعت ببص معايا 400، يبقى اكيد اتنشل مني هي 600، ده اللي صرفته، فنفس الفكره. فيقول لك ايه هو بقى الكوفيشنت؟ هل هو ان انا صرفت 600 جنيه؟ لا، مش ده المعامل برضو الاستخدام قوي، امال ايه الصح؟
انا صرفت كام في المية من اللي كان معايا؟ خدت بالك؟ يبقى انا صرفت 600 على الاصلي اللي انا كنت داخل بيه في الاور تري في البداية اللي هو الالف، بس 600 على الالف يساوي وتضرب في 100. فهمت القصد؟ يبقى اقصد بمعامل استخدام الاكسجين انا صرفت او استخدمت كام في المية من اللي كان معايا. طيب انا اقدر اشوف اللي كام صرفته الاول من غير كام في المية ازاي؟ اللي كان معايا وبعد كده اللي بقى معايا اطرحهم من بعض يدالي اللي انا صرفته، اقسمه على اللي كان معايا يديلي النسبة المئوية، اضربه في 100 يديلي النسبة المئوية. بص كده، الارتريال اكسجين كونتنت ناقص الفينس اكسجين كونتنت. انا كنت ارتريال مثلا معايا 19.5 ملي في كل 100 كيوبيك سنتيمتر، صح؟ مش دي اللي هي الكيميكال فورم بتاعتي، ده الفيزيكال، هنتكلم على الكيميكال هي اللي بتتبادل وبتهمني قوي. وبعد كده في الفينس بقيت 14.5 ملي اكسجين لكل 100 كيوبيك سنتيمتر، عظيم قوي. يبقى ده الارتيريال، ده الفينس. ارتيريال ناقص فينس يدالي 19.5 14.5 يديه 5. 5 على الاصل، الاصل اللي كان معايا 19.5، يبقى 5 على 19.5 وتضرب في 100. صعب اعملها بالاله، تطلع لك بقى اللي ايه معامل استخدام الاكسجين، واللي هي لو حسبتها تطلع لك 25% معايا. يبقى انت ديورينج ريست، ده الكميه الطبيعيه اثناء الراحه، ديورينج ريست انت بتستهلك قد ايه في الميه من الاكسجين من اللي بيدخل لك؟ بتستهلك 25%، تخيل. وممكن مع الماسكل اكسرسايز ولا حاجه النسبه دي بتزيد، فيقول لك مع الاكسرسايز توصل لحد 75%. يبقى انا بستخدم 75% من الاصل اللي معايا، يا كميه كبيره جدا. يعني معنى كده اللي بيتبقى معاك بيبقى قليل، فانت لازم تجدد، سبحان الله. يبقى هنا ده بالنسبه للكوفيشنت اوف اوكسجين يوتيلايزيشن، عايز يقول لك انت استخدمت كام في المية من مقارنة باللي كان معاك، او كام في المية من اللي كان معاك، صح؟ انا كنت داخل ب 10,000 جنيه، طلعت ب 1000 جنيه، بقى انا صرفت 9,000 جنيه، ال 9,000 جنيه ده انا عايز اعرف هو صرفت مبلغ كبير ولا قليل، اقارنه باللي كان معايا. افرض انا داخل بمليون جنيه، يبقى 9,000 جنيه دي ولا حاجة. فهمت القصد ايه؟ يبقى اعمل ايه بقى؟ عشان هتشوف انا صرفت كام في المية؟ لا يعني لو صرفت معظم اللي معايا اقول ان صرفت كتير. يعني الفكرة مش انك صرفت كتير انك صرفت 1000 او 100، لا صرفت كام من اللي كان معايا. فهمت القصد ايه؟ طيب انا اللي كان معايا 10,000 وانا صرفت 9,000، 9,000 على 10,000 اضرب في 100، يطلع لي انا صرفت 90% من الفلوس اللي معايا، كتير جدا، هي نفس الفكرة. اتمنى اكون وصلت. ده بالنسبة للدرس اللي اسمه اكسجين ترانسبورت باي ذا بلاد. بسيط جدا ومفيش اي حاجه، هو عباره عن ان في فيزيكال فورم كيميكال فورم والارقام اللي هنا وهنا، وبعد كده اربع ديفينيشنز وخلصنا منهم. اشوفكم بقى ان شاء الله في الدرس اللي جاي، اوكسجين ديستيشن كيرف، حاجه روعه جدا مهمه خالص. اشوفكم على خير باذن الله. ذاكروا، ما تنسوش تعملوا لايك، تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، و يعني قول الله يا دكتور الدرس ده جميل جدا، المحاضره دي واو، عشان احنا صايمين والصيام. على فكره بسجل توثيقه للتاريخ بعد كده ان شاء الله، لو عشنا ربنا يدينا الصحه طول العمر. النهارده يا جماعه اليوم الحر جدا 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 اللي كل الناس قاعده في بيوتها، احنا قاعدين نشغل مروحه وعمال اسجل. يلا مش مشكله، كله عشان خاطركم. كل سنه وانتم طيبين، نشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.